أشد حزننا هذا اليوم، والمساجد في الوطن العربي خالية، المساجد في وطننا العربي خالية. ماذا صنعنا نحن كي يطردنا الله من المساجد؟ ماذا صنعنا كي يطردنا الله؟ البارحة رأينا أبواب المسجد النبوي وهم يغلقونها. ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد النبوي؟ أخبروني ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد الحرام؟ أخبروني أيها الناس، ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من بيوته؟ تعالوا بنا لننظر في المرآة في وجوهنا ولو للحظات. ألسنا الذين كنا نأكل حق الميراث قبل كورونا؟ ألسنا الذين كنا في ازدحام على البنوك في الربا قبل كورونا، واليوم نبكي ونتباكى على أن المساجد أغلقت؟ نبكي ونتباكى على أن بيوت الله قد أغلقت في وجوهنا. ما أغلقت لأننا، ما أغلقت إلا لأننا قبل هذا الوباء كان عندنا وباء الظلم، وباء الحقد، وباء الغش، وباء الذنوب، وباء المعاصي. ترى لماذا؟ ترى لماذا هكذا نحن؟ سينتهي الوباء ثم سنعود إلى ما كنا عليه. نحن كمثل قول الشاعر: ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، ولما وصلنا الشاطئ عصيناه. يا رب قد عرفنا قدرنا فلا تطل علينا البلاء، يا رب عرفنا أننا ضعفاء، يا رب عرفنا أننا فقراء، يا رب عرفنا أنك الجبار، يا رب عرفنا أنك القهار، لكننا نعلم ونعرف أنك الرحمن الرحيم. يا رب لا يأتي رمضان إلا وفتحت مساجدنا، يا رب لا يأتي رمضان إلا وقد عدنا إلى بيت الله الحرام معتمرين مهللين نعترف بين يديك أننا ضعفاء. يا رب سنعود بين يديك، ظننا بك أنك ستعيد لنا المساجد، ستعيد لنا المسجد النبوي. يا رب ظننا بك، وأنت قلت أنا عند ظن عبدي بي. يا رب ظننا بك أننا في رمضان سنصلي ونعتمر في المسجد الحرام، فيا رب لا تطل هذه الغمة، يا رب لا تطل هذا البلاء، يا رب عودة إلى ما كنا عليه من حياتنا الطبيعية، لا مرض ولا وباء ولا هلع ولا خوف يا أرحم الراحمين.